انطلاقا من دورنا احنا كشباب لجنة القدس في الجامعة الأردنية لخدمة هذه القضية، كانت فلنشعل هي احد الابواب لخدمة هذه القضية، بحيث نكون قادرين على دعم وتثبيت المرابطين في ساحات المسجد الأقصى. وكنا ودائما في كل سنة منشارك ومنكون جزء أساسي من حملة فلنشعل قناديل صمودها، وبإذن الله يعني هذه هي البداية بتثبيت المرابطين، وإن شاء الله بيكون ختامها بتحرير المسجد الأقصى المبارك. فلنشعل قناديل صمودها.